حرب في كل مكان للأسف الشديد، وتوتر في كل مكان. انت بتشوف توتر في أوكرانيا، بتشوف حرب دائرة، ولا أحب حتى أن أسميها حربا وإنما عدوانا غاشما وحشيا على الأراضي الفلسطينية. عندك توتر كوريا الجنوبية، توتر الصين، الولايات المتحدة بسبب تايوان، حرب في كل مكان. وبالتالي قد يشكل ذلك سببا من أسباب ارتفاع أو انخفاض في بعض الأحوال برضو اللي ساعات ما بتبقاش مفهومة لدينا في مصر، تحديدا في مصر على سعر الذهب. سعر الذهب في مصر أنا ما بقتش بفهمه، بيطلع على الإيه وبينزل على الإيه؟ ما أنا ما شوفش سعر الذهب بره 63 دولار ولاقي السعر هنا ده على الجرام 24، ولاقي السعر هنا تخطى 3500 جنيه. ده حاجة تخض. معانا على التليفون الخبيرة الاقتصادية المعروفة أستاذة رانيا يعقوب، أهلا بيك يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك أستاذ يوسف. مساء النور. إيه حكاية الذهب؟ طيب، هو في الحقيقة زي ما حضرتك كنت بتذكر في تعليقك قبل المداخلة إن العالم كله بيمر حرب روسية أوكرانية، توترات جيوسياسية في كل مكان، عدوان غاشم على أهالينا في غزة. كل هذه الأمور بتخلي دايما راس المال جبان، ودايما بيحب يذهب ويتحوط إلى الملاذ الآمن وهو المعدن الأصفر الذهب. أغلب التوقعات على مدار السنتين الماضيتين كانوا بيميلوا إن الذهب هيرتفع وهيكسر الألفين دولار، وبعض بيوت الأبحاث والخبرة كانت بتتوقع إن احنا نشوف هاي جديد للذهب أو قمة جديدة للذهب في 2024 تقترب من 2335 دولار للأوقية. في الحقيقة كمان الطلب والعرض أحد أهم الأسباب اللي بتخلينا نشوف ارتفاع للذهب محليا. في بعض الأسباب العالمية الأخرى إن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفايدة وانخفاض العوائد على أذون الخزانة الأمريكية، ده دايما بيخلي أغلب المستثمرين ورؤوس الأموال تتجه على الذهب، فده اللي بيعزز من ارتفاع الذهب عالميا أو محليا. طيب بس السعر في مصر غير السعر بره، بعيد يعني. السعر بره النهاردة مثلا الجرام بيعمل حوالي على ال 24 حوالي 65 دولار و 40 سنت، 36 سنت تحديدا يعني. فيجي السؤال، هو سعره هنا كده ليه؟ في الحقيقة يمكن السعر هنا في مصر بيحمل الكثير بقى من التوقعات والمضاربة، في بعض منها غير حقيقية وغير مبررة. في الأصل أصلا تحركات أو تقييمات الدولار اللي احنا بنسمعها في هذه الأيام كلها تقييمات بتقوم على توقعات شخصية بعيدة تماما عن الطلب والعرض الحقيقيين. يعني هل فجأة زاد الطلب الحقيقي على الدولار؟ هل في طلب للاستيراد على سلع رئيسية؟ ما هي ده الطلب الحقيقي بقى يخلينا نشوف هذه الأسعار. لا، هو الحقيقة إن الدولار النهاردة في مصر تحول إلى سلعة يتم المضاربة عليها بصورة عشوائية. بنشوف تذبذبات عنيفة في السوق بيطلع بصورة كبيرة، وبرضو الانخفاضات بتاعته بتبقى رهيبة، وده هيؤذي محافظ أو هيؤذي أموال المواطنين. ففي الحقيقة يمكن النهاردة تقييمات الذهب اللي مربوطة أو المرتبطة بالدولار، لأن الذهب مرتبط بالدولار عالميا، والنهاردة مع التقييمات اللي احنا بنشوفها هو ده اللي بيسبب التذبذبات العنيفة في سعر الذهب. إلى جانب طبعا ما زلت أؤكد أن الطلب على الذهب أعلى، فأي حاجة الطلب بيزيد عليها مقابل عرض محدود بيؤدي إلى ارتفاع سعر. بس الذهب بره معلهوش طلب، بالعكس يعني البنوك بتطرح جزء من مخزونها الذهبي لأجل الحصول على العملات الرئيسية زي الدولار، وبالتالي مش مفترض انه يبقى في عندي سعر للذهب. يعني سعر الذهب انا لما باجي بقعد افكر فيها او احاول احسبها على الكالكوليتر كده، ده معناها ان الناس عندنا هنا في الداخل في سوق الذهب في مصر بيقيموا سعر الجرام 24 على 51 جنيه او 52. مين اللي بيخلق التقييم ده؟ ما ده حاجه غريبه جدا. ما انا بقول لحضرتك دي مضاربات، دايما مضاربة. سعر اي حاجه بتحمل بقى نوع من المضاربات، التوقعات في توقعات باحتمالية ضبط السياسة النقدية، فده بينعكس على سعر السلعة زي الذهب زيها زي العربيات النهاردة. ما هو برضه العربيات، ما دي برضه حدوتة غريبة جدا. طب سؤال، زيها زي مثلا الأجهزة الكهربائية، هل لازال النهاردة
هل لازال القرار اللي كان متخذ ما بين الشعبة وما بين الحكومة على مسألة انه الافراد المغتربين او العائدين من الخارج يجيبوا معاهم مش عارف كميات محددة من الذهب، يعني هل لازال القرار فاعلا؟ مفروض ان هو فاعلا، وتم تجديد هذا القرار، والقرار ده ايجابي بصورة كبيرة جدا، لان زي ما قلت لحضرتك مفروض يهبط السعر بقى لما يكون العرض محدود، ده بيؤثر على السعر. النهاردة الناس دي وهي جاية وبتجيب ذهب معاها إلى حد ما بتوفر نوع من العرض، ولكن في ظل الأحداث العالمية، وخليني بس أختلف معاك في حاجة كنت حضرتك بتقولها، إن عالميا أنت مش شايف إن الذهب هيعلى، لا إحنا شايفين إن عالميا الذهب هيعلى، وفي توقعات إن إحنا نشوف قمة جديدة للذهب عالميا خلال 2024 اللي بيسموها القمم التاريخية دي. بالضبط، مع اتجاه، وده ليه سبب، اتجاه الفيدرالي الامريكي لتثبيت الفايده او تخفيضها مع النصف الثاني لو استقرت معدلات التضخم بصوره عامه، ده هيكون احد الاسباب اللي يخلي رؤوس الاموال تتجه مره اخرى للاستثمار في الذهب عالميا ويرفع عليه الطلب. ربنا يستر. اشكرك جدا 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 استاذه رانيا يعقوب الخبيره الاقتصاديه المعروفه.